نتمنى تكون بخير وعلى خير ان شاء الله. المشاهدين الكرام كما كتشوفوا حنايا خارج الحسيمة ان شاء الله غادي نمشيو غير هنا قريب، غادي نصور لكم واحد الدراسة، واحد الدراسة داروها جديدة، وداك النهار دزت من تما شفتها ودابا فكرتها ان شاء الله غنصورها لكم. واحد المدرسة جديدة هنا يعني تيغانيمين، دراسة ثانوية الإعدادية وقيلة داكشي اللي شفت فيها. دابا إن شاء الله بقاو معنا باقي جديدة إن شاء الله، غادي نمشي نصورها لكم باش يعني تشوفوا واحد الدراسة داروها جديدة هنايا في تيغانيمين. خليكم معايا. أنا غير قريب المشاهدين الكرام، ماشي بعيد من هنايا، غير قريب هاد النواحي. أنا غير دزت متما صدفة ولقيتها يعني داك البلاصة، دابا إن شاء الله فكرتها دابا إن شاء الله نصورها لكم. واحد الدراسة تبارك الله يعني باقي ممكن باقي ما بدات، ما بداو فيها القراية لأن دراسة جديدة عاد، يلاه كملاتها ولا غادي تكمل؟ بقاو معايا إن شاء الله غادي نوريها لكم باش تعرفوا بعدا فين جات. غير أنا في تيغانيمين غادي ندورو من هنا على اليمين، كاين غير في هاد الجهة هادي. أنا الصراحة عجبني الحال من شفت داك المدرسة، عجبني الحال بزاف. دابا إن شاء الله فكرت غادي نصورها لكم. دراسة انا تعجبت سبحان الله العظيم، عجبتني وجدت في واحد البلاصه زوينه بزاف. دابا ان شاء الله غادي نصورها لكم. ها هي هنايا داروا لي واحد الخدمه زوينه بزاف. بقاو معنا. كما كتشوفوا المشاهدين الكرام هذه هي المدرسه ديال الثانوية اللي كاينة هنا في هاد، يلا نكملو هادي. جات فواحد البلاصة زوينة كيما كتشوفو ما شاء الله. دابا ان شاء الله غنمشيو لجهة اخرى، دارو لي واحد الساحة كبيرة هنايا كيما كتشوفو. غادي نمشيو لجهة اخرى ان شاء الله نصورها لكم. جات فواحد البلاصة هنا عندها اتساع مزيان، دارو لي واحد الحيط على برا كبير باش يعني كيف سميتو اللي كيقراو تما التلاميذ باش يبقاو داخل المدرسة كما كتشوفو. وجاتها فين جات المشاهدين الكرام، بقاو معنا غادي نمشيو ان شاء الله لجهة اخرى. كما كتشوفو مدرسة ثانوية كما كتشوفو اللي تبنات جديدة هاهي هنايا. دابا ان شاء الله غادي ندورو ليها جهة اخرى. بقاو معنا. ها فين جات المشاهدين الكرام كما كتشوفو،
احنا ان شاء الله كل حاجه جديده كان يعني كنهزها لكم كما كتشوفوا. هي الثانويه الاعداديه تيغان يمين كما كتشوفوا. يعني جات انا واحد البلاصه زوينه بزاف. حنايا نهبطو نشوفو جهه اخرى. بقاو معنا المشاهدين الكرام لان يلا باقي ما تحلات باقي جديده عاد كما كتشوفو. كلشي ديالها جديد باقي ما بداو فيها. حنا ان شاء الله غنمشيو جهه اخرى باش نجيبو واحد فيديو اللي هو كامل يعني باش نعرفو يعني كيف دايره المدرسه. تبارك الله انا فرحت من شفت هاد المدرسه هادي باش يستنفعوا بها التلاميذ اللي غادي يقراو فيها ان شاء الله. راه باقي كيبنوا شي مشاريع ما عرفش شنو بغاو يديروا ولكن كما كتشوفوا المشاهدين الكرام يعني داروا لي واحد الساحه كبيره بزاف. وفين جات كما كتشوفوا شوف داروا ليها واحد منظر زوين بزاف في الجهه اخرى عاوتاني كما كتشوفوا جهه اخرى تبارك الله. شوف على الساحه داروا ليها يعني واحد يعني فين غادي يبقاو يدوروا الداخل يعني مع الاستراحه ديالهم كما كتشوفوا. داروا لي واحد الحيط كبير على برا لانه من لهيه كيبان لنا يعني احسن ولد ما نقدرش نطلع حتى لهيه. تبارك الله جات واحد البلاصه زوينه بزاف واحد البلاصه ما شاء الله الصراحه واحد البلاصه يعني هنا واخا كاين مدرسه يعني كاين واحد المنظر زوين لان ماشي عامر بالبنيان ما كاينش داك البنيان اللي بحال داخل المدينه كما كتشوفوا. منظر زوين تبارك الله. شوفوا هذا هو الشارع اللي كيهضر ما كي يعني ما كيدخل حتى لتحت يعني ما كاين فين غادي نمشي لتحت. وكاين دار الشباب حتى هي كما كتشوفوا راه هي ما نعرف دابا هذه جديده اولا قديمه الله اعلم ما عندي عليه بو معلومات. كما كتشوفوا نهبطوا كاع نشوفوها حنايا ندوزكم حتى دار الشباب وكاينين الدراري كيريضوا هنايا كما كتشوفوا. حتى هادي واقيلا راها جديدة كيما كتشوفو دارو ليهم هنا ملعب الكرة اللي بغا يلعب الكرة كيما كتشوفو. تبارك الله هاهو كيما كتشوفو المشاهدين الكرام دارو ليهم واحد الملعب جديد. هذا باين راه جديد يعني شحال هادي راه دزت من هنا مكانش هنايا حتى دار الشباب راه مكانش هنايا. يلا داروها حتى هي لأن باش غنعرفوها لأن باقي مكملات على برا حتى لدابا عاد فنتلي والله اعلم داكشي اللي كان بيني انا حيت باقي على برا باقي ما تصبغات جهه اخرى كما كنشوف. كما كتشوفوا داروا لنا بعض هاد الشيء هذا بعد يعني الشباب ديال هاد الوقيته هادي يعني يفرقوا الاوقات ديالهم هنايا في الرياضه احسن ما يفرقوها يعني في الشوارع. انا سولت واحد السيد قال لي راه يلا من يلا جديده هاد البنيه هادي يعني يلا كي داروا هادشي كلشي جديد تبارك الله والحمد لله غادي تنفع الشباب ديال هاد المنطقه كما كتشوفوا. وجات واحد البلاصه زوينه بزاف والله العظيم جات واحد البلاصه ارفع ديال البلاصه. رجعنا المدرسه ديالنا كما كتشوفوا. المشاهدين الكرام اللي عنده شي دار ولا اللي بغى يبيع دارو او الارض ديالو او الشقه ديالو او لا يكري الدار او لا يعني يكري المحل او لا يبيع المحل يتصل بيا ندير له في القناه ان شاء الله ونجيب له التصحيح. حنا كنديروا غير سبب الكلام من الله وان شاء الله غادي تبع له لان غادي ندير له التليفون ديال اللي كيبيع في القناه واللي كيشري يعني غادي يدير له التليفون ديالك ما كانش سمسار بيناتهم. ونتمنى ان شاء الله
يعجبكم فيديو، والسلام عليكم ورحمة الله. هذه هي الثانوية الجديدة الإعدادية تيغاني مين، تيغاني مين كما كتشوف هي تبارك الله باقي جديدة، باقي ما تفتحت، وإن شاء الله مع ربي العالمين يعز علينا هاد الوباء إن شاء الله غتفتح مع شي عام يكون نقي بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.